السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملعب الهداف نحييكم وماتش جديد واهدان جديد واهدان رائع وهجمه مباشره والحارس مسك الكوره وحمدي واقف قدام الحارس وعايز يدياود يا محمد ومحمد طلب الكوره وعلى طول يباصيها بعيد ولكن تطلع بره وجاتي زياد بيلعب الكرة الحمدي لكن حمدي تفلت منه الكرة وبتطلع بره يلعبها يسري لعب الكرة لزياد محمود وطلع زياد وبيجري زياد والكرة تطول منه وطبعا وياخد محمد منه الكرة ومع محمد وطلع محمد ويرجع محمد وبيباصي وحمدي يقطعها منه وحمدي مع الكرة وحمدي بيباصيها لكن توصل لزياد محمود مش لزياد طلبه ودلوقتي زياد محمود مع الكرة وبيباصيها ولكن زياد يشوط وتخبط محمد وطالع محمد وطالع محمد وبيجي محمد ويعمل شوت تكنيك وياخد الكرة وحمدي يباصيها وزياد يحاول يسترجع الكرة لكن تطول من محمد الكرة وتطلع بره ولعب زياد الكرة وتوصل لحمدي وحمدي راح يمسك الكرة وحمدي راح للكرة وكانت تطلع برا اوت ودلوقتي بص الكرة طويلة لمحمد محمد بيباص لمحمد تطلع برا ويوسف مع الكرة وبيباصها لحمدي حمدي بيباصيها لزياد لكن تخبط ودلوقتي الكرة مع يوسف يوسف بيشوط والحارس بيصد وحمدي يحط رجله على طول ويركنها في التسعين وهدف اكيد 1-0 جول حمدي يحرزه والهدف الاول لفريق حمدي وزياد والكياد عمال يكيدهم وبيقول يا كيدهم قوي وزياد محمود مع الكرة وزياد محمود عايز يطلع ويرقص وبيطلع ولكن شو حاجز الكرة وياخد الكرة ويقطعها ويجري زياد محمود عايز يقطع الكرة ولكن مكمل يوسف والشوت شوت ويطلع برا ودلوقتي محمد مع الكرة طالع محمد وبيجري محمد وفيليكس طالع ومع الكرة وبيبصها للحارس محمد مع الكرة مودة هيلعب الكرة وعايز يلعب وبيلعب قدام وبيلعب هنا لصاحبه وبعدها فيليكس مع الكرة وبعدها هيلعب على محمد ومحمد يلعب الكرة قدام لزياد لكن يوسف يقطع الكرة ويوسف يشوط وبيبصها لحمدي وحمدي تاني وتجلي من حمدي وحمدي مزاجه زي الزفت محدش بيقول كويس في الكورة وطلع فيليكس وطلع محمد ويجري محمد ويشوط الكرة ورقص يكمل لكن فاول عليه حمدي بيعركله حط رجله فاوله زي الزفت ويسري بيباصي الكرة لمحمد ومحمد مع الكرة وبيلعب الكرة لقدام ليوسف ويوسف يقطع من الكرة ويلعبها فيليكس قدام ويجي فيليكس مع الكرة وفيليكس يشوط لكن جو يقطع الكرة منه وجو بيباصي قدام لزياد لكن الكرة بتفلت من زياد وتطلع برا وزياد بيستلمش الكرة صح ودلوقتي محمد مع الكرة محمد في الحراسة وبيقف الحارس المرة دي والتي بصيها قدام لكن تطلع برا اويت وياخد الكرة جو طالع بالكرة جو بصيات بصل الكرة والتي جو يشوت ويركن الجول في الزاوية الشمال الكرة تخط في الزاوية الشمال والمفروض الحارس يصد لكن بيديلها ضهره ويحرز الهدف الثاني يوسف وليصبح فريقه 2-0 و2-0 دلوقتي لفريق زياد ويوسف وما زال بيكيد فيهم وعمال بيعمل حركات بايديه ويغز في الفريق التاني وبيقلب شاي ولا قهوة ولا ينسون اديني كوباية يوسف ويوسف يخططهم ودلوقتي محمد مع الكورة ومحمد عايز يعدي ويكركر وبيلعب الكورة ويوسف ياخد الكورة ويطلع يوسف هل هيلحقها ولا ايه هل هيلحقها ولا ايه ويلحق الكورة ويطلعها برا تاني برا ويا محمد مع الكرة وبصيها للحارس المرة دي وطالع بقى يسري ويجري بقى يسري زياد يجري ويوصل يسري ويشوط يسري وقتها بيصد الكرة ويسري بصيها لمحمد لكن تيجي زيادة شوية ومحمد مع الكرة وشكلها يشوط ولا يبصي وبيبصيها ويشوط فيليكس وتطلع برا وزياد بيحط الكرة كرة مع زياد وبيرجع ورا الحارس وهذا ماسك الكرة وعايز يلعبها ايده رجل ويوسف قدامك وبيلعبها على طول انما ما بتروحش لحمدي ومحمد بياخدها وبتطلع منه بره وهنا زياد بيشوط الكوره وزياد طالبه ماسك الكوره وبيشوط انما يسري بيخرجها بره ستوب غير طبعا هنا غيره عشان الشوط الثاني ابتدى والنتيجه 2-0 زي ما مكتوب على الشاشه ودلوقتي محمد مع الكوره وبيلعبها على طول ولكن يسري ماسك الكوره وعايز يلعب وبرافو عليك زياد خرجها بره محمد لسه بيشاور عليه انما زياد ما وبيخرجها على طول وزياد مع كرة زياد محمود بيثبت الكرة وعايز يلعب
وبيقول مين ياخدها مني، وده لمحمد، ومحمد بيديها لمحمد، محمد ابو احمر ومحمد ابو لبني، محمد ابو احمر طالع وطالع بكوره ولسه الكوره معاه ومش عارف يطلع، وبيقف تاني وبيرجع وراه وعاوز يشوط انما بيطلع وبيرقص، وحمدي مش سايبه، وحمدي طالع يجري وراه وبيديها ليوسف، ليوسف بيتزنق وعايز ياخدها منه واتنين عليه وهيطلع ولا مش هيطلع وهيتاخد منه، وحمدي مش سايبه انما راس حمدي ويرجع وكوره بتطول منه وياخدها يوسف ويطلع بقى يوسف يجري بقى يوسف مرتده ويجري يوسف ويشوط ويطلع كوره بره خالص. الولد دول عمالين يشوطوا في الجول، هتيجي جول هتيجي جول، لا حول ولا قوه الا بالله، عينك يا دي انت واقع اهو. والكوره مع يسري، ويسري ماسك الكوره ويديها لمحمد، حمدي بيقطعها ويسري ماسك الكوره وعايز يطلع، محمد واخد الكوره واخد الكوره وعايز يديها لحد ومش لاقي حد، على طول بيرقص وثلاثه اوبا برافو، تقسيمه حلوه محمد بيركن ده بيشوط على طول، انما ادم ايه حكايه ان الحكم يديله ظهره دي مش عارف الجول، الحارس بيديله ظهره لما يجي يقف ما بيصدش ليه، بيخاف من الكوره ودلوقتي بيشوط زياد، والكوره بتوصل عرضه والكوره بتخبط في العارضه ويسري مع الكوره، وكان زمان الهدف الثالث لكن العارضه بقى وما ادراك ما العارضه، والكوره دلوقتي بتطلع بره ويوسف هيروح يلعب الكوره لزياد، ويوسف مع الكوره وقف زياد الكوره ويطلع، وزياد دلوقتي بيشوف المساحات وبيلعب يوسف قدام، ويوسف طلع بالكوره ويقطعها زياد، ودلوقتي فيليكس بيلعب الكوره، محمد مع الكوره ويلعب محمد مع الكوره وبيديها لزياد، وزياد بيديها له، تحس ان المباراه دي شكلها شيك كده وتقسيمات كويسه ودخلات كويسه واللعب نظيف ومفيش احتكاك ولا باللسان ولا بالايد ولا زق ولا بتاع الكلام ده كله، صح؟ صح جدا، وزياد يشوط الكوره ويخبط في العارضه، شوطه رهيبه انما حظه سيء، فرصه رائعه زي ما مكتوب على الشاشه، وبيتعصب زياد وبيقول حظي وحش. وزياد هيلعب الاوت، والحمد لله هيلعب الاوت، وهيخلي زياد اللي يلعب ولا زياد، وزياد يخليه يلعب زياد مع الكرة ويقطع الحمدي تاني، وحمدي يرجع لزياد لكن يقطعها مدة، وزياد يقطع من الكرة ويديها له تاني، ويوسف يعني حاجة الكرة طالع يوسف ورأس يوسف يبصيها لكن ما تروحش لحد، تروح لمحمد، والكرة دلوقتي مع محمد وبيلعبها ليسري، يسري في الحارس، يسري في الحراسة ويلعب محمد بيلعب الكرة دلوقتي توصل لشوط غلط وشو يشوط وتيجي ركنية، وحمدي مع الكرة، حمدي يشوط في دفاع وتطلع بره، وحمدي بيجي بالكرة الله دوب راح يتعلم الرخامة ويزاد مع الكرة ويزاد يشوط ويشوط زياد لكن شوطه ضعيفة من راديو غانا ست يد ضرب جزاء، ضرب جزاء المفروض ده تطلع ضرب جزاء ان هم هيلعبوا ضرب الجزاء دلوقتي، ادم لا يشوط وبيشوط انما بيشوطها في ايديه، حظ السيء ادم المفروض كانت تركنها لكنه ما ركناش، شاطها في ايديه، زاد مع الكوره وبيلعب على طول بكعبه بياخدها محمد وبيطلع على طول، وانما يوسف بيديها لحمدي، وزياد ماسك الكوره ومفروض يخش انما ما يخشش، وعاوز يشوط محدش عطى له فرصه وبيشوط ومن فوق العارضه، وهنا محمد ياخد الكوره وعايز يهاجم هجمه، والنتيجة دلوقتي 2-1، يوسف ماسك الكورة واقف حارس وعاوز يشوط انما بيشوط وبتروح لزياد، وده الغلط او الخطأ الكبير اللي هما بيعملوه، حارس بيشوطها وبتروح لأي حد من فريق الخصم، ومحمد بياخد الكورة انما يوسف بيقطعها وبيقول يلا يا جماعة نقسم، يلا نقسم والمفروض يقسم انما بيقسم وبيديها لزياد، انما زياد عايز يشوط ولكنه ما بيشوطش، انما ممكن يشوط ولكنه برقص وبيباصي ليوسف، ويوسف طالع وعاوز يلعب انما لسه ما بيلعبش، انما عايز يلعب ولعب لحمدي، وحمدي بيعرضها لزيزو، زيزو طالع وبيشوط بالشمال، ومحمد بياخدها وبيلعب لمحمد لزياد، وزياد طالع وبيعرضها على طول انما بتطول وبتخرج بره، ويوسف يحجز على الكوره وتنتهي المباراه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.